ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم حبيباتي عزيزتي في فيديو جديد لقناة أطباق زوجة هاني. مرحبا بكم اللي زرتوني أول مرة، أقول لك اشتركي في القناة وفعلي الجرس راح يوصلك كل جديد. مرحبا بكم كامل معايا اللي راكم تدعموا فيا بالاشتراكات وبالبارتاج وبالتعليقات الطيبة والجميلة. نقول لكم حبيباتي ربي علي شانكم ومقامكم وكثر خيركم وجزاكم الله كل خير. كما راكم تشوفوا طلبتوا مني فلون مقاهي اللي كنت كل ما نحطه في الفيسبوك، الحمد لله كانوا بزاف اللي جربوه واسترزقوا منه والحمد لله دعوني بالخير. حبيت نديروا معاكم في القناة بطلب منكم، وخاصة واحد الأخت هي دايما تخلي لي تعليقاتها والله راح لي اسمها، إن شاء الله تكون هي تشوف الفيديو هذا وإن شاء الله راح يوصلكم كل المعلومات اللي حابة نمدهم لكم وتسترزقوا به انتم ثانيتك. كما راكم تشوفوا ما عندناش بزاف مقادير، مرفا نديروا إما نديروه بالأخو قطو مرحي في الطبقة التحتانية، تكون قطو مرحي، تشرو أي نوع تاع قطو ترحيه مع شوية زبدة وتلايميه وتديريه من تحت تفرشيه، أو أنك تحبي تديري صابلي تخدمي بات صابلي عادية وتفرشيها من تحت. أنا كي كنت نخدم بزاف لي كومونت تاع المحلات كنت نخدم بالصابلي لأنه هي اللي تساعدني وتقطع لي كمية كبيرة وتعمر لي كامل السنيوات اللي عندي. دونك اليوم ما قدرتش أني نخلط كونتيتي صغير على جال المول الصغير اللي راح نستعمله، راح ندير معكم كيكة خفيفة برك ديروها في الطبقة التحتانية لأنه راح نديرها أنا للأولاد واللي راح تخدم بها للمحل. نقول لك حبيبتي خدمي صابلي هي اللي تخرج عليك وهي اللي تساعدك. راح نزيد مدلكم اكثر تفاصيل في الفيديو ان شاء الله. نبداو على بركه الله في تطبيق الوصفه. عندنا المقادير، عندنا نص كاس تاع الزيت، عندنا نص كاس سكر، نص كاس حليب، زوج حبات بيض، باكي خميره الحلوى، ومغرفه صغيره تاع كاكاو اللي تحبوا الفاتح ولا الغامق، وعندنا الفرينه. دونك نبداو في تطبيق الوصفه ونقول لكم الفرينه شحال راح تخدم لنا. الله نكسروا البيض، نضيفوا عليه السكر ونخلطوه شويه بالفوي، ولا تحبوا بالضراب يرجع الامر ليكم، انا راح نخلطوه باليد وبالفوي في اليد ونرجع لكم. الان نضيفوا الزيت نص كاس ونخلطوه. الان نضيفوا الحليب ونخلط حتى نحس السكر هذاك ذاب تماما. هاوليك ذاب السكر هنا عندي مليح. ناخذ غرباله ندير فيها، شوفوا الكاس تاع الفارينه ما راحش معمر مليح لانه عندنا كي نضيفوا له هذه الكاكاو الكميه تاع الكاكاو راح يرجع لنا كاس معمر. نغربلوهم في الخليط تاعنا. ونضيفوا الكيس تاع الخميرة. هاوليك القوام تاع الخليط اللي تحصلي عليه. الان ناخذ مول ندهنوه بالزيت ونفرغوا فيه الخليط اللي عندنا. ندخلوا الخليط نتاعنا ولا المول تاعنا لداخل الفرن متوسط الحرارة لمدة 20 دقيقة هكاك ما تلحقش، لأنه قسمة ينشف دخلي الموس ولا كيردون داخل الكيكة تلقايها ناشفة. ونرجو الكيكة نتاعي راهي قريب الطيب. بالنسبة للفلون اللي راح نديروه، عندي ريتلا تاع حليب راني درتها أنا فوق الفرنو لأنه كانت كونجلي قسمة دوبلي. نحكي لكم شوية على الكريمة. عندي باكي فلون نوارة مع زوج مغارف مغرفة كبيرة، يعني نص تاع كاكاو البني والنص من الكاكاو الأسود، مع ثلاث مغارف مايزينا ومغرفة من الشوكولا تارتيني. دونك البنات سمعوني مليح، اللي مهتمة أكيد راح تسمع الكلام هذايا واللي ماشي مهتمة راح تصوتيه. دونك واش نقول لكم بالنسبة للفلون اللي راح تستعملوه، قلنا لاباط اللي راه مهتمة اللي راح تخدم المحلات. انا قلت لكم بلي لاباط من التحت كنت ندير تاع كاطون باك صبت بلي ما فيهاش ما تلقاش روحك، ولكن كي تخدمي صابلي ويكون عندك الكونتيتي بزاف هكا سنيوات 3 4 حتى 6 سنوات في النهار راح تلقاي روحك، ولا باطا صابلي هذيك راح تخدمي بها جوست فرشي القاع تاع السنيوات تاعك.
السنيوات قد منهم اللي السنيوات تاعها 30 35 سنتيم على 30 الله اعلم. نحط لكم انا تبعوا الفيديو الاخير راح نحط لكم تصاور فيهم السنيوات اللي مالفه نخدمهم انا المحل تدوا افكار عليهم. كاين سنيوه اللي ترفد زوج لي ثلاث فلون زوج لي ثلاث حليب، كاين سنيوه اللي ترفد ريتلا، كاين سنيوه اللي ترفد ريتلا ونص. المهم الفلون تاع المحل تكون مربع نتاعو كبير، القطعه كبيره وتكون عاليه شويه. جربت في هذا رمضان حرنت على اني نصيب الوصفه تاع الماء لانه كان الحليب ناقص في هذا الحجر، الحليب ناقص ونشا طلعت السومه تاعها. قالوا لي كاين وصفه بالفلون بالماء وبالفرينه عوض تاع النشا، حرنت عليها. صدقوني بالله كي صبتها وجربتها اسوأ وصفه جربتها في حياتي. قلت انا نضمن لاكاليتي خير من اللي اني نروح نتبع في الرخص نخسر النص، نخسر لي كليون تاوعي، ولكن تبعت الحمد لله وربي بعث لي اللي يجيب لي الحليب وبعث لي النشا والحمد لله يا رب العالمين. دونك قلنا كي تكون عندكم القاعده وشنوها في ريت الحليب تستعملي باكي تاع فلون اي ذوق مع ثلاث مغارف نتاع النشا، يعني بلغه اخرى كل نص ريت الحليب ترفد باكي تاع فلون، كي تعوضي الباكي الدوزيام تاع الفلون تعوضيه بثلاث مغارف تاع النشا، نص ريت الحليب ترفد ثلاث مغارف تاع النشا. والسكر انا هنا ما راحش نستعمل السكر، راح ندير شوكولا تارتيني باه تزيد البنه. دونك البنات حنخلي لكم في الاخير التصاور كيفاش خدمت وراح نعطيكم الوصفات. دخلوا البروفيل تاعي هاني فضيل ولا البروفيل دوزيام بوعكازا زهره ولا دخلوا صفحه دي اطباق زوجة هاني، راح تلقاو العديد والعديد من الوصفات. كنت كل من جرب وصفه تنجح لي نحطها لهم وكانوا الحمد لله بزاف قلت لكم لي استرزقوا بهم. وحطيت الكو تاع الكراميل، الكو تاع الفريز، الكو تاع الشوكولا، الكو تاع التروازيام نسيت شكون وكاتريام نسيت شكون، ايسونسيال حطيتهم كامل اذواق وجربوهم وعجبوهم والحمد لله. والزبائن تاوعي كانوا كل مره يزيدوا يقوى ويجوا اكثر لانه خدمت بالحليب ماشي بالماء وخدمت بالمايزينا ماشي بالفارينه، هذا هو الاساس. دونك راني على بالي هدرت بزاف ولكن ديروا بالكم هذا الكلام ماشي فراغ وانما هذو نصائح اللي حابه تسترزق. دونك انا نخلط الفلون تاعي ونكملوا الوصفه اللي عندي. هاوليك الحليب نحيته دافي، ندير الباكي اللي عندي تاع الفلون وندير ثلاث مغارف النشا. المغرفه تاع الكاكاو تحبوا تستعملوا كاكاو واحد ولا زوج للاذواق تعرفوني انا قلت لكم نحب واحد للبنه واحد للون. نخلطوه ونحطه فوق النار وقبل ما نطفيلو بواحد شويه نضيف له مغرفه كبيره شوكولا تارتيني باه تزيد له بنه. هذه بالنسبه للاولاد اللي راح تخدم لاولادها والزوج تاعها العائله تاعها، ربي يلم الشمل وربي يدوم المحبه ان شاء الله. حطوهم فوق النار حتى يتقل. الكيكه تاعي راهي طابت، الريحه نتاعها راهي تشهي، ما عندي ما نحكي لكم. مالت لي شويه ولكن ما يهمش عادي جدا. نحكم فرشيطه راهي خفيفه هي لانه درنا غير كاس برك تاع الفارينه باه نضمن انها تجيني خفيفه وما تشربليش بزاف. بالنسبه للتشريب انا هنا راني خذيت كاس حليب درت فيه نص كاس ماهوش معمر ناقص دو دوا هكاك، درت فيه مغرفه تاع السكر وراني نفرغ فيه. نتوما اللي حبت ما تستعملش الحليب تشري اوبي حليبي ولا اوبي فريز كونديان اللي حبتها الذوق اللي حبيتيه شربات اي حاجه تحبي هكا حليب وديري له الكو تاع الكراميل الامر يرجع ليك وتشربيها. شوفوا الحليب كيف راه بقى شويه من الفوق. دوك هذه تشربوا كامل، علاه لازم نشربوها؟ اولا باه نضمن انها تجي خفيفه وثانيا هذاك الفلون اللي نحطو فوقها نضمن انه ما راحش تشربوا الكيكه وراح يدير لي الطبقه من فوقها. دونك انا الفلون تاعي راه هو يبرد شويه برك باه ما نديرهمش في زوج سخونين ونفرغوه من الفوق. دوكا نفرغوا الفلون تاعنا، شوفوا كيفاش القوام تاعو والريحه ما نحكي لكمش. صدقوني قد ما نهضر ما راحش نوفيها حقها من البنه، تهبل 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 الريحه بزاف بزاف بنينه. ما عندي واش نقول لكم، ان شاء الله تجربوها وتدعوا لي بالخير وتفرحوا بها اهلكم واولادكم وازواجكم باذن الله تعالى. دونك انا هذا الخليط هاني فرغته الفلون تاعي ندخلو الفريجيدير الثلاجه، نخلو هكا شويه على برا لانه بدنا نحطو حاجه سخونه في الثلاجه تخسر لنا حنا باه نيفيتيو المشاكل اللي يجو من بعد. كيما راها هكا خليها على برا واحد نص ساعه هكاك ودخليها مده ساعه ساعتين قد ما تخليها تبرد تعطيك نتيجه افضل.
انا راح نحطها دوكا ونخليها مور العشاء باه نقدمها ان شاء الله تعالى. نرجع لكم من بعد باه نوريكم طريقه التزيين اللي راح نعتمدها في الفيديو تاعنا. الفلون تاعنا في الشكل النهائي انا درت له شوكولا من فوق ذوبتها، غلطت حياتي اني زدت لها الماء ما زدتلهاش الحليب، جات شويه جاريه. نتوما التزيين يرجع لكم، تحبوا ديروا شانتيي، تحبوا ترابيو شوكولا، تحبوا تخليوها هكاك، تحبوا ديروا جيلي تاع الفلون الغوج سورتو كي تكون عندك اسمه الفلون درتيه بفريز، ولا تحبوا ديروا جولي ولا ناباج، يرجع الامر ليكم. تشوفون في اخر الفيديو الصور اللي نحطهم لكم تاع طلبيات كما سبق وعدتكم. دوك نقطع لكم مورسو تشوفوا كيفاش يجي على الداخل. هاي اللي كي تقسميه كيفاش يجيك. سمحوا لي انا قلت لكم الشوكولا تاعي شويه بزاف عيانه، ماشي شويه، نتمنى تبان لكم. شوفوا هنايا الطبقه تاع الكيكه اللي درناها كيفاش تجي مشربه، الطبقه تاع الفلون كيفاش تجي حاكمه روحها. تحبوا تخشنوا كثر الفلون تزيدوا في الكونتيتي تاع الحليب. شوفوا كيفاش نزيد نعاود نرفدوا. شوفوا بسم الله، شوفوا كيفاش تقسموها كيفاش تلقاوها لداخل مشربه يعني. البنه ما نحكي لكمش تاع الشيكولا، البنه تاع الفلون، كلش كلش كلش. في الاخر واش نقول لكم، نتمنى كنت خفيفه وظريفه عليكم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم، نتمنى تجربوه وتنال رضاكم. ونقولها ونعاودها، الشوكولا انا هي اللي خسرتها لي، نتمنى ما تغلطوش الغلطه اللي درتها انا تاع الشوكولا. ديروا تزيين واحد اخر، ولا درتوا طبقه تاع الشوكولا لازم تكون حاكمه روحها شويه. ما نشوفش الديزلايك في الفيديو لانه هذا كيهبط لي المورال. شكرا لكل وحده راهي تدعم فيا، وشكرا لكل وحده راهي واقفه معايا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. في الاخير نقول لكم شهيتكم في الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.